انت طالب ثانوية عامة او تجسير بتدور على جامعة تدرس فيها، حابب تتميز بشهادتك، حابب تدرس بتخصص مميز يأخذك لسوق العمل مباشرة، وكمان داوم 4 ايام بس وشبكة مواصلات وسكن للطالبات، بتدور على منحة؟ ما تستغرب، الجامعة الامريكية في مادبا بتكافئك على تعبك وبتعطي منح على اساس التفوق الاكاديمي، يعني كل ما زاد معدلك منحتك بتزيد. للاستفسار يرجى الاتصال